إلى متى يقيم المسلم على ذنبه وهو يعلم أنه يذنب ويعلم أن الله يطلع عليه وأن الله مراقب له وأن الله يراه وهو يقترف الذنب ولا يستحي من الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين